السلام ابو حميد. ايه ده؟ ايه ده؟ كنت اسف. قولي انت بتعرف تسوق عربيات؟ لا. احسن واوعى تتعلم. ليه؟ لانك اكيد كل يوم والتاني هتعمل لك 500 حادثه. انت مروحه؟ اي وانا كمان. تعرف كنت هتكسر لي الاسطوانه اللي دخت على ما لقيتها. اسمحي. انت بتحب الغنوه دي؟ قوي. معنيها مليانه رقه واحساس. وانا كمان كل ما اكون في البيت افتح الراديو واقعد ادور عليها كل محطه. ولا ايه التعب ده؟ نتفق من دلوقتي انا اسمعها يوم وانت يوم. اصل انا ايه؟ ما عندكش بيك اب؟ ولا يهمك، هبقى ادورها بصوت عالي وافتح لك الشباك عشان تسمعها وانت قاعد مستريح. والله فكره. نسيت اقول لك. ايه؟ انا اسمي احمد واصحابي بيقولوا لي الشيخ احمد. وانا اسمي منى. واصحابك بيقولوا لك ايه؟ برضه منى. والنبي يا رب. ما تقلقش يا اخويا. ما قلقش ازاي؟ اذا كانت الساعه بقت 4 ولسه ما جاش. الغايب حجته معاه. يعني عايز انا اعمل ايه؟ احطه في صندوق ولا استقيل من الشغل واقعد احرطه؟ لا يا اخويا انا واخده بالي منه كويس. وانت واخده بالك من نفسك لما هتاخدي بالك منه؟ انا يا سي عباس كتر الف خير. وبعدين يا رب دول كلهم 5 سنين، 5 سنين بس، وبعد كده يعمل اللي هو عاوزه، ان شاء الله يعيش في جزيره كلها ستات في ستات. عندك محاضرات بكره الصبح، ممكن ابقى اجي اتفرج على الكليه بتاعتكم. قال اللي انا عامل حسابه، انت وهي عاملين لي رومي وجولييت في الشارع، وانا والوليه الغلبانه هيطلع روحنا فوق. وديني وما اعبد، ده انا كاسر رقبتك على رقبتها. استنى عليا. سترك يا رب. والله ما انت نافع. والله ما انت فالح. تعال انا هعرف اربيك. يلا اوعي انت، تعال هنا، اوعي بقول لك. يلا تعال خش معايا، خش خش قدامي، خش بايظ هضرب عليك دم قلبي وانت داير ورا البنات. انا هعرف اربيك، وبعد كده دول مش هيستغنوا. والله معلش ما الناس، انا لابد ان اعمل اجراءاتي معاهم. الله يا ايه الحكايه هيبقى. اوعى كده، لا انا لازم اشوف حل مع الجماعه دول. انت فاكرين ايه؟ فاكرين ان ولاد الناس ايه؟ رمية. عاجبك الفضايح يا بابا؟ ما حصلش حاجه تستاهل ده كله. وقفتي معاه وكلمتي، حصل ولا لا؟ ده جاري وزيه زي اي زميلية في الكليه. يا بنتي ما قلناش حاجه، اديكي شايفه اهله عملوا من حبه قبه وفضحونا في العماره. انا لازم اعرف خلاص معاهم، انا مش ممكن اعتقهم. اسيبهم ازاي؟ حد يروح. والله ما يلموا بناتهم. ده ده ايه الحكايه؟ بس انا فاهم الولد، الولد هيبوظ. اللهم اجعله خير. شوف مين يا محسن. الافندي موجود؟ بابا اهلا وسهلا. اتفضل. انا مش جاي اتضايف. طب فنجان قهوه كده على الماشي يروق دماغي. انا دماغي مش هتروق الا ما تلم بنتكم وتخلوها تبطل الحركات اللي بتعملها مع الواد دي. الكلام ده زياده عن اللزوم يا عم. ده زياده ولا نقصان؟ هو كده. طب يا سيدي كتر خيرك، يلزم خدمه ثانيه؟ لا كفايه كده النهارده. سلام عليكم.